كلنا مين ما بيحنش للطفولة، ايام ما كنا منفكرش في حاجة بس في بس برضه كان ليه مشاكلها على فكرة، يعني ليه مشاكلها في من ايام الحضانة لغاية المدرسة، بس كلها ذكريات حلوة. وكنا يعني كل ما بنكبر مسؤولياتنا بتخليك طبعا تفقد كتير من جماليات الحياة، فالطفولة طبعا كلنا بنحن لها وبنحب صورنا، بنتفرج على صورنا والذكريات طبعا حاجة جميلة.